رجعنا لكم جديد ولسه مكملين معكم حلقة نهاية الأسبوع لليوم أكيد مع فرقة The Exchange الأمريكية. كريستوفر بدنا نسألك إنه أنتوا هلا حاليا بجولة عم تقوم بجولة حول العالم، إيش البلدان اللي مخططين إنكم تزوروها وليش جيتوا على الأردن وعلى أي أساس بتختاروا البلدان؟ Okay, so we are on the fourth country. في البلد الرابع من هذه الجولة. زرنا تونس، المغرب، والضفة الغربية، والقدس، والآن الأردن. نحن هنا في برنامج يسمى الموسيقى الأمريكية في الخارج، والتي يتم رعايتها من قبل وزارة خارجية، وهدفنا هو أن نستخدم هذه الموسيقى من أجل أن نتبادل الثقافة ونتعلم عن هذه الأماكن التي نذهب إليها ونأخذ الأفكار والطعام وموسيقاهم معنا إلى أمريكا. يمكن هذا جزء من السؤال اللي أنا هلا بدي أسألك يا كريستوفر، اللي هو الرسالة اللي حابين توصلوها من الغناء تبعكم واللي أنتوا عم تعملوه حاليا. الرسالة الكبيرة التي نريد أن نشاركها في كل حفلة ولكل شخص نغني له هو أننا حتى لو بدونا مختلفين ولدينا أديان مختلفة وألوان مختلفة، ولكن الحقيقة البسيطة هو أننا في النهاية نفس الأمر، نريد نفس الأمر وهو السلام، السعادة، العائلة. لا يهم من أين تأتي، ولكن نريد أن تكون لدينا حياة جيدة. ونحن نعتقد أن الموسيقى وخاصة من هذه الموسيقى، هذا نوع الموسيقى، هي تربط هذه القيم مع بعضها البعض. طيب بعد ما زرتوا هاي الأربع بلدان وما بعرف إذا أنتوا كمان رح تكملوا جولتكم وين رح تروحوا، شو الهدف اللي برأيكم رح يوصل لهاي الشعوب بعد هاي الجولة، وشو الهدف اللي أنتوا بتحققوه شخصيا لإلكم كباند وكفرقة بعد هاي الجولة؟ أنا يمكن أن أقول أن هدفنا هو أن نترك هذه المناطق التي نزورها بالقليل من المعلومات والأفكار عما هم الأمريكيون، لأنه ربما في الأخبار نحن لا نحصل على تمثيل جيد لنا، ولذلك فهدفنا هو أن نجعلكم تحبوننا ربما أكثر، وأن نجلب بعض المتعة التي نقدمها لبعض الناس، وكذلك كما ذكرت أن نتعلم عن هذه الثقافات ونأخذها معنا، بحيث نستطيع أن نكسر أي عملية نمطية أو أي أفكار نمطية عنكم.